انا موجوده فين؟ اه ده انا جايه البرنامج، انا جايه البرنامج ده من بعيد من بعيد قوي قوي، ما تعرفوش انا جايه فين بقى. اقول لكم انا ساكنه فين والنبي نشيت. لا طب هقول لكم على حاجه اهم، انا الاول انا لقيت حد قدامي جميل خالص خالص، اسمه استاذ محمد. استاذ محمد. اه وبنوته جميله خالص خالص خالص، اسمها استاذه شهد، صح؟ ده انا بحبكم خالص خالص، انا بحبكم وبحب كل اصحابي الصغننين. مش انتوا صغننين؟ صغير. اه اعتبروا نفسكم صغننين طول العمر، خليكم صغننين. ما انا كمان صغنن وبحب الحواديت. بتحبوا الحواديت؟ بنحب الحواديت. تحب ايه اه كمان طيب غير الحواديت؟ ده انا بحب كل حاجه بحب. اه بس عايزه اقول لكم حاجه الاول، كل سنه وانتوا طيبين. عارفين كل سنه وانتوا طيبين ليه؟ بمناسبة رأس السنة الهجرية. برافو عليك، ده انت شفت شطوره بقى خالص مذاكر اهو. خالص، ده انا هجيب لك شوكولاته حلوه. بس انا بقى النهارده جايه لكم علشان اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وافرجكم على بقيه اصحابي الحلوين طب كل انت مين العرايس. معاكي بس الاول؟ قولي لنا كده انت مين معاكي؟ ايه ده انت عايز تعرف معايا مين؟ عايز اعرف. الله ولا ما اقولكش. لا قولي. طب هتجيب لي حاجه حلوه. هجيب لك حاجة حلوة. خلاص انا معايا واحده بتحب العرايس. ماشي حلو ده. اه بتحب العرايس خالص خالص، وكمان بقى ايه، ما عرايس كتير طب كويس. ودايما بتلف تحكي حواديت للولاد، وبتحب الولاد الصغنطتين. طب عايزين نكلمها. طيب الله طب اتحايل عليها شويه. معلش عايزين نكلمها. طب خلاص، كفاية بقى كده. طب خلاص كلمها كلمها، ماشي. يلا كلميه، انا اديتك الاذن، روحي يلا. استاذة رحمة، ازي حضرتك؟ الحمد لله عاملة بخير، ايه؟ الحمد لله، منورانا والله. انا اللي اتشرفت بوجودي يعني معاكم. ايه الشو الجميل اللي حضرتك عاملاه ده ربنا بجد؟ يخليك، ميرسي. قولي لنا بقى انت بدأت ازاي فكرة انك، احنا عارفين انك انت حضرتك اللي بتصمم العرايس بنفسك، صح صح كده؟ انت اللي بتصمميها وانت اللي بتألفي القصة وانت اللي، وعندك يعني زي مسرح كده محمول، انت مسمياه محمول محمول، هو صح؟ مسرح المحمول زي التليفون المحمول بالظبط. احكي لنا بقى القصة بدأت معاك ازاي. عالم العرايس هو أمتع عالم في الدنيا، وعالم الطفل برضه هو أمتع عالم، فإنك تجمع الاتنين دول مع بعض متعة ما فيش بعدها متعة. طب أنا دخلت المجال ده إزاي؟ أنا بكالوريوس علوم وتربية في الطفولة، يعني أنا المفروض إن أنا أكون مدرسة للأطفال. حبيت ان انا اوصل للطفل من خلال حاجه يحبني من خلالها، ما بقاش انا الميس بتاعته وهو خايف لا يتضرب او خايف لا يزعل، او يعني مش عايزه العلاقه دي. فرحت عامله ايه، وصلت للطفل من خلال الحاجه اللي بيحبها. قلت طب انا عايزه امسك العروسه بتاعتي واعمل مسرح. طبعا ما كنتش بعرف اعمل الحاجات بالطريقه دي، كنت اعملها ابسط شويه، قعدت فتره كبيره لغايه ما وصلت لده. فرحت عامله المسرح بتاعي بايدي، المسرح المحمول كرتونه، كرتون البوتاجاز، عملتها انت مسرح. الاول بس انت صممتي الحاجات دي ازاي؟ يعني انت رحتي مثلا لمصنع صممها لك، او ولا اي رحتي عند حاجه، مصنع انت صممتيها عنده، ولا انت بايدك خيط وابره كل اللي حضرتك شايفه ده ايدي انا وخيالي انا، لا بجيبه من على نت ولا بجيبه يعني من مكان او بروح حد يصمم لي او حد ينفذ لي، كل حاجه فيها تفصيله صغيره كده انا، يعني انا اللي بعملها. فروحت عامله مسرحي وعامله العرايس بتاعتي، وانا اللي بحط القصه بتاعتي بناء على الهدف التربوي اللي عايزه اوصله للطفل، لانه ده دوري، انا عايزه اقوم بدوري كتربويه تجاه الطفل من خلال حاجه بيحبها. وبالتالي رحت واخده المجموعه دي كلها كده، ورحت نازله لاصحابي الصغيرين، وقعدت بقى اعرض لهم المسرحيات باداء صوتي وحركي لوحدي، وبوصل لغايه 5 شخصيات او 6 كمان اداء صوتي وحركي لوحدي ورا المسرح الصغنطوط بتاعي. فبقيت عامله زي فكره بتاع البيانولا زمان، فاكرين بتاع البيانولا؟ انا بقيت عامله زي بتاع البيانولا الأرجوز. بالظبط، بس الارجوز تراث فليه منطقته، صح. وكمان بيعتمد على مش جهاز النوت، مش بيعتمد على الصوت، بيعتمد على امانه. وبالتالي انا بعيده شويه عن فكره الارجوز، ولكن هي فكره التفاعل المباشر مع الطفل، انه انا مسرحي قائم على تفاعل الطفل. انا باخد من اللي قدامي، من الطفل ومن امه ومن من الناس كلها، ببتدي اخد منهم واديهم تاني. مثلا ممكن في عرض مسرحيه كنت بتكلم على الحلوى المكشوفه، فببتدي اتواصل مع الاطفال انه مين يا اولاد بياكل حاجات من بره، فيرفعوا ايديهم. طب مين ماما بتعمل له حاجات حلوه؟ فالامهات ابتدت تتكلم معايا انه احنا بنعمل حاجات حلوه. في طفل راح رافع ايده قال لي ماما بتحرق الكيكه، مش عارف اكلها. يعني هم ابتدوا يتواصلوا، فانا باخد من الطفل واتواصل معاه. فهي دي اكبر ميزه في المسرح ده. رحمه قولي لي بقى، ازاي بتعرفي توصلي رساله هادفه للناس؟ رسالتي بوصلها ازاي؟ انا لما وانا ورا المسرح المفروض ان انا ما بتواصلش تواصل بصري مع الطفل. فبعوض ده بان بتواصل معاه سمعيا، يعني انا ببقى شايفه الاطفال بوداني. اوكي. يعني هي دي الفكره، ان انا ببقى شايفه الطفل بوداني.
لما يبقى فرحان بتحسي بيه صح؟ ودني لقطه كل حركه، يعني في طفل يتكلم حتى لو مثلا في طفل علق تعليق، انا عارفه ان التعليق ده المفروض يتاخد وعلق عليه، انه مثلا ان الست مثلا الفلاحه عايزه ارنوب يروح معاها البيت، فببتدي انه ينفع نروح مع حد البيت، لو لقطت حد قال اه ينفع ببتدي لا لا ازاي صح ماما قالت لي صح صح ونعمل، فابتدي اتك عليها عشان خاطر اوصل للطفل المعلومه اللي انا عايزاها. طيب قولي لي بقى، حابه يكون ليكي بعد كده فريق عمل ولا انت حابه طول الوقت تشتغلي لوحدك؟ فكره فريق العمل هي فكره تكامليه جميله جدا، ولكن مش في فكره المسرح الصغنطه ده، ان انا يبقى اوكي معايا حد ورا، او يبقى اتمنى مثلا ان يكون في حد بيكتب، اتمنى ان المسرح بتاعي يتوظف في مسرح كبير فيبقى ليه دور. العرايس الصغنطوطه على قد ما هي برضو يعني صغيره الحجم، وممكن يكون في عرايس اكبر فتشد النظر، بس العرايس الصغيره دي قريبه للطفل. صح. طيب رحمه، انا عايز اعرف منك حاجه بقى، انت دلوقتي ماشيه في مشوارك وطريقك تمام، ايه ايه يعني الصعوبات والعقوبات اللي واجهتك؟ طيب اول اكيد صعوبه واجهتك حاجات كتير، انا كتير عارف اصلا انك واجهتك حاجات كتير وتعبتي عقبال ما وصلتي. هي اول صعوبه ان انا قعدت لمده سنه بحاول اوصل للناس، الناس دولت اللي هم اصحاب مدارس، اصحاب حضانات، اصحاب مراكز ابداع، يعني الناس اللي شغاله في الاماكن دي، انه ايه مسرح عرايس قفازيه، يعني الحاجات دي كانت انتهت، العروسه دي كانت بتبقى موجوده خلاص في الفصل في اي رف كده مفيش اي حاجه صح، يعني لو اللي هيبقى عنده طفل في حضانه هيروح يشوف العروسه دي محطوطه في اي درج مفيش اي حاجه خالص ومحدش بيستعملها، انا اللي خدت العروسه ديت وحبيت ان انا اضيف عليها التاتش بتاعي انا، لان انا عرايسي ليها يعني بحط فيها من روحي، فحطيت فيها التاتش بتاعي انا وبدات ان انا استعملها، فهي دي الفكره، انا بدات كده اهو، فعايزه اوصل المسرح للناس. قعدت لمده سنه بحاول افهم الناس ان في مسرح عرايس قفازيه ممتع وحلو، ممكن نقدم من خلاله فكره جميله جدا، وممكن معلومه صغيره توصلها للطفل بالعروسه احلى مليون مره مما تقولها له، يعني انا اكيد لو عندكم اخوات او اولاد هيبقى مثلا تيجي تقولي له اشرب اللبن هيسمع الكلام؟ لا مستحيل مستحيل هيسمع الكلام وهيدوخنا. لو العروسه طلعت في قصه في 10 دقائق اديته فايده اللبن، او اديته انه مثلا الاسد غلب مش عارف مين علشان خاطر هو كان بيشرب لبن، هو هيروح يطلب انه يشرب لبن. صح. فهي دي كانت الفكره، ان الصعوبه في انه اوصل الفكره ان انت بتعملي ايه؟ مين اللي ماشي بمسرح دي؟ طب فهي دي كانت اكبر صعوبه بالنسبه لي. طب رحمه، دلوقتي احنا بنشوف الاطفال مهتمين جدا بالسوشيال ميديا، حتى الاطفال الصغيرين خالص دايما ماسكين اللابتوب التاب الموبايل للاسف الجيمز، فازاي بقى يعني انا حاليا ما بشوفش الاطفال مهتمين بالمجال ده، او بالعرايس، او ان البنوت يبقى عندها عروسه، ان الولد يبقى زي زمان، فازاي بقى بتعرفي تعملي دي؟ بشده ازاي؟ ازاي؟ بعتمد على حاجتين، اوكي العروسه يعني شكل المنظر اللي شايفه قدامه والروح. اوكي يعني انا ما ينفعش اقدم عرض تبقى الروح واقعه، يعني تحس ان انت في مثلا شخص واقف واحد عمال يتكلم وانت عماله تسمعيه وهو عمال يديك ارشادات ارشادات، انا كده اتحولت لشخص بشري، انا بالنسبه له كده اتحولت لحد ايوه صح بيدي نصايح زي الكبير. بتجنب ده خالص، انا بطلع عروستين مع بعض ويبتدوا مثلا الست الفلاحه، طب هاتيهم انا برضو عايزين نشوفهم، مثلا لو هنطلع جده ماما سته، هنطلع الاثنين مع بعض ايوه صح قاعدين مع بعض في البيت بيتكلموا، فهيبتدي هو يقول حاجه مثلا عملها غلط، فيتقول له ينفع كده اللي انت بتعمله ده كلام، فهو يبتدي يرد عليها، انا عملت له مسلسل، انا عملت له حاجه حاله دراميه يتفرج عليها طب احنا هنشوف فما حاجه يزهقش. دلوقتي، هنشوف حاجه دلوقتي دراميه من اللي انت عاملاها، تعالي وعايزك تعلق عليها. طيب تمام يلا بينا. ده كان فين بقى؟ ده في البيت، المسرح بتاعي انا بحطه عندي في الاوضه، ومساعدين اللي حواليا كلهم عباره عن ماما واخواتي ماما واخويا واختي. كنا بنعمل ذره، بنسلق ذره، ذره مسلوقه عاديه، فجت لي الفكره، او يعني بمعنى اصح ان هي جت لمامتي قالت لي الذره مفيده، ما ايه رايك؟ قلت لها ايه؟ قالت لي اعملي عينين وبق، بتهزري يا ماما عامله عينين وبق للذره واطلع. فقعدت افكر في الفكره وجبت الذره وقعدت عملت لها عينين وبق، ورحت عامله شعرها على جنب الذهب الجميل دوت، ورحت مطلعاها في اطار انها بتتكلم مع الولد
وبتعيط، هو داخل سامع صوت حد بيعيط، بتعيطي ليه؟ بعيط عشان خاطر محدش بياكلني، انتوا بقيتوا تاكلوا الشيبسي والبسكوت والحاجات الساقعه والحاجات اللي كلها فيها مواد حافظه مش بتاكلوني، فطب خلاص احنا هناكلك. يعني فطبعا بتعملي بعد حاجة هادفة للأطفال إن هم ياكلوا الحاجة الصحية صح؟ لازم ما ينفعش اطلع انا كتربويه اطلع للطفل من غير ما اقدم له اي اضافه، لازم اديله اضافه، ضحكه وفي الاخر بالظبط، هو في الاخر هيقول لها طب اوكي ماشي انا هاكلك وتعالي بقى اما اكلك، فلا طب استنى انا ورايا حاجه وهتجري ومنه مش عايز تتاكل. طب وانت بتنزلي الحاجات دي سوشيال ميديا؟ على صفحتي على اوكي الفيسبوك او الاسم صفحتي مسرح اطفال عادي عروستي، مفيش مشاكل. مسرح اطفال عروستي على اوكي الفيسبوك، فيها كل الشغل بتاعي، وكمان ليا قناه على اليوتيوب طب حلو ده عشان باسمي الامهات رحمه حتى محمود. يلاقوا حاجه للاطفال يتفرجوا عليها وتكون مفيده في نفس الوقت. انا كمان بعمل، بس دي بقى ما بتبقاش على المسرح لايف للاطفال، دي بس بعملها على القناه بتاعتي او على فيديوز يعني الصفحه، في البيت عندك؟ فيديوهات بتبقى عباره عن اغاني زي اوكي البنوته اللي لابسه اخضر دي، اوكي فاكرين اغنيه زمان اسمها انا اني خضره، اني خضره، اني خضر. اني خضره، قديمه الاغنيه دي الاغنيه دي، ايوه جميله فعلا. جدا، واول ما هتشتغل ممكن تبقى مش فاكرها، بس اول ما تشتغل تلاقي نفسك حافظها فحافظ كلماتها، الاغنيه دي جميله ومن التراث وبتقول حاجه حلوه قوي، بتقول انا يعني انا انا عايز اعرف منك ايه ردود الناس على السوشيال ميديا، يعني ايه الكومنت اللي بيجي لك لما بتنزلي فيديو زي ده هادف مثلا او فيديو عرايس او كده؟ بص الناس بتبسط قوي بتتقبل الموضوع ولا جدا، ايه الردود؟ يعني انا عايز اعرف. بيتبسطوا جدا، يعني انا بتبسط لما الاقي بالذات الايموشن بتاع لاف او ضحك، لو ضحك يعني الضحك او الحب ان انت حبيت اللي انا عملته او ان انت ضحكت على اللي انا عملته، لان انا بعمل حاجات، انا مؤخرا عامله جمالات كفته، عامله وجع قلبي، عملت الشخصيه بالضفرتين بالفرو اللي جنبها، يعني عملت كل الحاجات دي ونزلت الشخصيه، فبتبسط جدا بلاقي الناس عامله ردود افعال انه رجعتينا نسمع اغاني زمان بشكل بشكل لطيف. لايت. هي يعني الكتكوت ده لو تسمحوا لي، ماشي اوكي تفضل. ابو فيونكا الامور دوت، ده طالع شبه من تويتي. اوبريت، اي بالظبط كده، ده طالع من اوبريت ابو الفساد، يلا حالا بالا، ومفروض بقى ان كان في ابو قردان والهدهد، وطبعا كل المجموعه الجروب كله عندي، والبغبغان والغراب، البغبغان اهو والغراب معايا كمان، فالمجموعه دي كلها حبيت ان انا انزل الاوبريت ده لانه الصوره بتاعته لو تلاحظوا ان هي قديمه ادمت شويه، ادمت. رحت الاطفال حبيت فعلا الجداد مش عارفينها، احنا عارفينها جيل. واغنيه ما تتسابش، اغنيه ما تتسابش، فرحت عامله مجموعه العرايس كلها ورحت وعملتهم حتة واحدة. منزلاها. يعني انت تعالي نشوف الفيديو ده. استني استني تشوف الفيديو ده، تمام، ايوه هي دي هي جمالات دي صح كفته. كده؟ هي دي جمالات كفته. دي كانت فين بقى؟ كانت فين؟ بص اي تسجيل لاغاني اغلبها والكاميرا الضيقه كده مفيش جمهور بيبقى في اوضتي، في البيت. اللي بيصورني اختي، مسؤول الفني التكنولوجيا اخويا الصغنن، وماما بقى الاخراج من بعيد كده، ايديك شمال يمين بتاع، فابتدي بقى استغلهم كلهم معايا. يعني انت اللي بتعملي ديزاين بتاع العرايس وانت اللي بتخيطيها وتفصليها بايدك بالظبط والسكريبت والافكار؟ كل حاجه، طب حلو بالاضافه قوي. ان المساعدين بتوعي زي ما بقول لك ماما واختي بستغلهم بقى، اجرب فيهم ده وحش، ده انا محتاج نكته، ده محتاج مش عارف كذا، فببتدي اعمل الحكايه دي معاهم. طب قولي لي بقى خلال مشوارك ايه الحلم اللي انت عايزه توصلي له او ايه الهدف اللي انت عايزه توصلي له؟ انا يعني نفسي مثلا بتسعي هو، يعني انت اكيد عامله المشروع ده مثلا عاملاه عشان ربح ولا عاملاه علشان توصلي حاجه كويسه للاطفال، ولا يعني ايه الهدف منه؟ كلنا بنشتغل علشان نجيب فلوس، فده ده طبيعي، بس كان ممكن يبقى اي مجال تاني، انما انا دخلت المجال ده انا قعدت لمده سنه، يعني انا بصرف على الشغل، مش بيجيب لي دخل، لغايه ما مؤخرا دلوقتي بقى يا دوب شايل نفسه، يعني وشايلني مثلا كمواصلات او حاجه، يعني لسه ما فيش اي مبرر يعني او اي دافع للربح ان انا ابقى يبقى دوت عشان خاطر الربح، لا، بس اهم حاجه انا لما دخلت عالم الطفل حبيت احط فيه بصمه. انا افتكر ايام الحضانه، انا كنت بكره الحضانه جدا، كنتش احب الحضانه، عشان ما يعني انا فيهاش كنت ما بتقدمش حاجة وكمان هادفة. كنت بروح اتدرب من الاطفال الصغيرين ومن يعني كان عارفه عالم الرعب اللي بتدخلي قوي اي طفل تدخليه المدرسه او الحضانه في اول يوم بيبقى منتهى الرعب. انا كان نفسي اغير الموضوع ده، نفسي اوصل للطفل انه يحبني، انا نفسي احط بصمه في مجال الطفل، يعني فين ازاي عن طريق العرايس او عن طريق الحكي، لان انا كمان بقدم ورش حكي وبحكي حواديت مع الاطفال، او ما عن عشان طريق ان كده انا عايز اعمل اسالك، عشان كده عايز اسالك ايه دور وزاره الثقافه ودار الاوبرا؟ يعني دول دعموكي؟ جدا. بص
انا كان لازم الاقي منفذ، انا مش عارفه اعمل ايه. يعني انا واحده يعني اسمها ايه كده، ماليش ظهر، يعني انا ما فيش جهه مسؤوله مني، فانا او انا ما فيش مسؤوله نقابة. منها، ما في ما فيش بالظبط. اي حاجة. لا، وبعيدا بقى عن الرقابه، لو حتى انا رقيبه على نفسي، انا ما فيش جهه اتعامل بيها، لا في نقابه ولا في حاجه، لا، ما ما انا بقول لك اعرفش ما فيش انا نقابة. تايهه. فاول مكان رحت ليه، او اول مكانين يعني، رحت مركز القومي لثقافه الطفل و صندوق التنميه الثقافيه، واماكن بقى كتير تبع مركز توثيق وحصول، كل الاماكن اللي ليها علاقه بالطفل. وهم يعني انا يعني من هنا بقى بشكر كل الناس اللي دعمتني جدا 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 جدا. في ناس دعموني حتى على المستوى النفسي، انه انت بتقدمي حاجه حلوه، انت بتقدمي شغل كويس، فبقيت مبسوطه بده. فاماكن كتير دعمتني. لا بالعكس، انا لولا الاماكن دي ما كنتش قدرت اوصل للاطفال خالص. ماشي استاذة رحمة، انا بشكرك جدا أنا اللي بجد، انت بشكركم. نورتينا والعرايس بتاعتك جميلة، وحضرتك فعلا موهبة يعني ميرسي. الناس تحتذى بها، يعني المفروض الناس تاخدك كمثال ربنا بجد يخليك يا والله. رب. ميرسي كل بشكرك ذوق. جدا شكرا. وبتمنى لك التوفيق يا أنا رب. اللي كنت سعيدة إني معاكم. ربنا يخليك. شكرا. أعزائي المشاهدين، انتظرونا وفيديو لؤوسة الحلو مدربة الأسود، تقرير كده بسيط، رحنا المزرعة بتاعتها وعملنا التقرير معاها ومع الأسود، يا رب يعجبكم. هنروح فاصل ونرجع لكم تاني. كمثيلاتها من الفتيات، لا تستهويها الدمى والعرائس ولا التلوين والرسم، فقد قضت طفولتها تلهو مع أشبال الأسود والنمور، تطعمها وتنظفها، بل وتبكي على فراق أحدها، لتروض الأسود أنوثتها وتخلق منها امرأة حديدية لا تهاب شيئا. أوس الحلو ذات 30 عاما مدربة الأسود بالسيرك القومي، لم يكن غريبا عليها أن تسلك مسلك عائلتها في ترويض الحيوانات المفترسة، فوالدها المدرب الكبير محمد الحلو وجدتها المدربة الشهيرة محاسن الحلو وجدت في مهنة أسرتها ملاذها وسعادتها بعد أن حصلت على شهادة تخرج لم تتجاوز كونها ورقة تؤكد انتهائها من التعليم الجامعي، فقد تمكنت بعد 10 سنوات من التدريب على يد والدتها وشقيقتها من إتقان ترويض الأسود والنمور، وأصبحت على دراية كاملة بهذا الفن الخطير. أما عن أبيها محمد الحلو فكان له النصيب الأكبر في تشكيل وجدان ابنتيه بما زرعه فيهما من حب للحيوانات والرفق بهما. لم تشعر أوسى بالرهبة أو الخوف من أن تمد يدها لإطعام أحد الأسود أو تداعبه أو حتى تقبله، فهي تراها جزءا من أفراد عائلتها التي لا يمكن أن تعيش بدونهم. حالة الألفة التي استطاع أن يخلقها آل الحلو بينهم وبين حيواناتهم استغرقت سنوات طويلة من الصبر والحذر والتعليم، فالأسد رغم شراسته يقدس الوفاء والحب اللذان يقدمهما له مدربه، بل ويبادله نفس المشاعر، لذلك أصبحت المدربة الشابة على دراية بكافة تحولات العقد النفسية وانعكاس ذلك على تدريبها له. قبل لحظات الغدر التي قد تتعرض لها أوسى إذا ما خرج أحد الأسود عن السيطرة، فتستطيع بذكائها وخبرتها أن تعرف أنها ستواجه هجمة شرسة قد تؤدي لإصابة مستديمة، فتظل أوسى الحلو أحد أهم النماذج للنساء القويات التي أبرزن اختلافهم عن الجميع وأن بوسعهم فعل الكثير.